على مدار أيام عيد الأضحى، صباح الخير يا مصر، كده بيحاول مع حضراتكم يرصد أجواء البهجة والعيد ومظاهر الاحتفال في كافة أنحاء الجمهورية. تعالوا نشوف مع حضراتكم أجواء والاحتفالات الخاصة من داخل الحديقة اليابانية بحلوان. على قائمة زيارات الأسرة المصرية تأتي الحديقة اليابانية بحلوان لاحتوائها على مناظر جمالية تنقلك من مصر إلى اليابان، فهي تتميز بتصميمها على الطريقة اليابانية. أنا أول مرة وكده يعني، بس هو مكان جميل جدا، في حاجات حلوة يعني زي مراكب في مية والحاجات الحلوة دي. نطلع نتنزه تمام في العيد ونفك عن نفسنا شوية، كل واحد بيجيب الأسرة بتاعته تمام ويقعدوا مع بعض، وزي ما انت شايف كلها عائلات. الحديقة اليابانية تتميز بالهدوء والأشجار النادرة والأزهار المميزة والنباتات المتنوعة والتماثيل الضخمة، كما أن بها ألعاب مائية للأطفال، وبها تستطيع التقاط أفضل الصور التذكارية. أنا جيت من زمان وأنا لسه برضو شاب صغير، وجيت أنا والأولاد هنا، العيال يعني مرتاحين وكويسين، يعني المكان جميل وهادي. هي كلها جميل، كلها مميزات يعني، هي بجد ممتعة والأجواء حلوة ويعني كشكل هي حلوة. جيتها قبل كده وبصراحة الأجواء زي الفل وممتعة جدا، وإن شاء الله في أحسن كمان وكمان. ما يقرب من 300 حديقة عامة و50 حديقة متخصصة بالعاصمة تفتح أبوابها لسكان القاهرة الكبرى خلال أيام العيد بالألعاب الترفيهية والأماكن المميزة والمناظر الرائعة.